ناخد الكابتن الكبير الكابتن طارق دياب نجم الكرة التونسية والعالم العربي ونجم الترجي التونسي. كابتن طارق اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك اهلا بيك. يعني أهلاً انا بيك. طبعا مبسوط جدا ان حضرتك منورنا ومشرفنا في اهلا بيك ومنورنا وشرفنا في قناة الاهلي ومنور مصر كلها. شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة الاهلي ان شاء الله جماهير الاهلي. اهلا بيك كابتن طارق. يعني في البداية اكيد السؤال اللي لازم اطرح حضرتك مباراة الاهلي والترجي في افتتاح دوري المجموعات الافريقية، حضرتك شايفها ازاي من وجهة نظر الكابتن الكبير الكابتن طارق دياب؟ هي بطبيعة الحال دوري المجموعات. دوري المجموعات عنده عديد المناسبات، الترجي والاهلي لعبوا ضد بعضهم ويعرفوا بعضهم. واعتقد اصبح حنقول كلاسيكو افريقيا. اليوم الاهلي تطور كبير، افضل سنه الموسم الماضي. الاهلي اللاعبين نتاعو نضجوا. الاهلي فريق بطولات. الاهلي في اسوء حالاته يوصل الادوار النهائي والنهائي. الاهلي من الفرق اللي قدوه بالنسبه للفرق الافريقيه. طبيعي باش تكون المباراه صعبه. على الترجي يلعب خارج قواعد نتاعو، الترجي عنده لاعبين غادروا فرجاني و تقريب روج. الترجي ما قاش انتدابات، انتظر معناتها يمكن في الصيف يقوم انتدابات. الاهلي عنده مشاكل، الترجي عنده مشاكل في الدفاع، لكن يبقى فريق بطولات، فريق امكانيات في الادوار الاولى. ومباراة صعبة التكهن فيها، لأن كما قلنا أن بالنسبة للفريقين لعبوا ضد بعضهم ويعرفوا بعضهم، مش مستحقين للمدربين، يعني كل فريق السنة الماضية لعبوا ضد بعضهم، والنادي الأهلي أجاح الترجي، لكن تبقى مباراة هامة بالنسبة للفريقين، خصوصا أن جات أول مباراة دوري المجموعات. نتمنى أن الاثنين ممكن عندهم إمكانية للترشح الى الدور المقبل، لكن باش تكون مباراة صعبة على الفريقين. صحيح ان كنا اسبقية طفيفة للنادي الاهلي على ارضه وامام جمهوره، كما قلنا ان لاعبين في النادي الاهلي هناك استقرار في التشكيل، هناك لاعبين تحسنوا وتطوروا وصلوا في الهجوم. اعتقد ان مباراة ليس بسهل على فريق الترجي اللي ما زال يعاني من الغيابات والاصابات. تمام يا كابتن. يعني حضرتك قلت في كلام مهم جدا ان الفريقان حتى لو بيمروا بازمات في الوقت الحالي، لكن المواجهات الافريقيه تختلف تماما عن المواجهات المحليه. فحضرتك شايف ازاي ان فريق الترجي مثلا او النادي الاهلي مثلا خسران مباراتين، او فريق الترجي مثلا بيتعثر في الدوري التونسي بشكل او باخر، لكن المواجهات الافريقيه تختلف تماما ويختلف شكل الفريقان ايضا في المواجهات الافريقيه الكبرى. طبيعي انا اقول من مشاكل الفريقين هما ما ثماش منافسه كبيره في الدوري، سواء الدوري المحلي للترجي او المجلس. انا اقول ان الشامبيونز ليج الافريقي يختلف عن الدوري المحلي. الشامبيونز ليج تتطلب اكثر حضور بدني، اكثر نضج تكتيكي، اكثر امكانيات فرديه وجماعيه. والنادي الاهلي ما انا اقول اكثر الترجي ما ثماش منافسين. صحيح نجم، هناك النجم الرياضي الساحلي او النادي الافريقي، لكن الترجي فاز بالدوري قبل اربع خمسه جولات، وهذا مش في صالح الترجي. انا اقول نشوفوا تو في العالم في اوروبا اللي سيطروا على البطولات الاوروبيه هي الدوري الاسباني، لان هناك منافسه قويه بين اربع خمسه فرق يلعبوا تقريبا مباريات الدوري مستوى الشامبيونز ليج. احنا ما عندناش مباريات كبيره محليه في مستوى الشامبيونز ليج، وهذا ما خلى الترجي السنوات الاخيره عانى في الشامبيونز ليج، لان المنافسه ماهيش قويه في الدوري التونسي. ولهذا نتمناو ان في السنوات القادمه اربع خمسه فرق تنافس على البطوله، تعطي اكثر امكانيه للفريق معناتها باش يعرف القدرات نتاعو، لان تو الوقت الحاضر ما نعرفوش امكانيات الترجي الحقيقيه. هل صحيح فاز بالبطوله؟ هل الفريق عنده امكانيه باش يلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليج؟ لكن انا اقول مباراه الاهلي بالنسبه لي مقياس، مباراه الاهلي بالنسبه لي ممكن تعطيه فكره على امكانياته، لانه الاهلي من الفرق المرشحه للفوز بالشامبيونز ليج، ولما تلعب
ضد الاهلي ذهابا وايابا تعطيك معناتها امكانياتك الايجابيه والسلبيه. وممكن يبني عليها المدرب ويبني عليها المسؤولين سواء في الانتدابات القادمه في الصيف او معناتها في تغيير معناتها الطريقه، لان اعتقد ان المباراه جت في الوقت المناسب بالنسبه للفريقين. اكيد يا كابتن طارق، وعشان كده سؤالي المهم لحضرتك، يعني هسالك لو كنت المدير الفني للفريقين الاهلي والترجي، ماذا تنصح الترجي بنقاط قوه وضعف النادي الاهلي، وايضا ماذا تنصح الكابتن حسام بدري بنقاط قوه وضعف فريق الترجي؟ ولما يكون الترجي، اقول لما تكون عندك معناتها مشاكل في الدفاع، ولما لازم تلعب مباراه ذكيه. يعني ذكيه ما معنى ذكيه؟ انك ما تحاولش تضغط على الاهلي في المناطق نتاعو، انك تحاول انك في بدايه المباراه وفي الشوط الاول معناتها الحماس نتاع الاهلي يلعب امام على ارضه وامام جمهوره وفريق هجومي بامتياز، تحاول تشكه في نفسه. كيف تشكه في نفسه؟ انا تكون حصانه اكثر دفاعيا، المنظومه الدفاعيه تكون ناجحه، ودائما المنظومه الدفاعيه تبدا من المهاجمين. ولهذا لما يكون عندك دفاع ضعيف، اذا الهجوم وسط ميدان ما يقومش بالادوار الدفاعيه، بطبيعه الحال الدفاع يصبح مكشوف. ثم اليوم الاهلي عنده هجوم قوي، المحاصره مش في المهاجمين، المحاصره في اللاعبين اللي وصلوا الكره الى المهاجمين. ولهذا في ال 40 50 متر الاخيره الترجي لازم يدافع، المهاجمين ما يعطيوش فرصه للمدافعين باش يخرجوا الكره الى وسط الميدان، والضغط كبير على وسط الميدان، لكن هذه تتطلب امكانيات بدنيه هائله جدا، تتطلب نضج تكتيكي اكيد وتتطلب نقول حضور ذهني كبير. لما تلعب ضد الاهلي مو سهل، هذا كل احنا نتكلموا، لكن لما في الملعب باش تأدي مو سهل، تطلب امكانيات. لكن الترجي والاهلي تقريبا في السنوات الاخيره دائما متواجدين في الشامبيونز ليج، ولهذا ممكن نطلب منهم الاشياء هذه. فريق كبير يحب يفوز بالشامبيونز ليج، ممكن تطلب منه باش يقوم بالادوار هذه. نتمناو ان الترجي ما يغامرش كثير. مغامره ماهيش اليوم، ما عندكش امكانيات باش تغامر. لازم اللاعب يعرف امكانياته والمدرب يعرف امكانيات الفريق ويحاول يوظف اللاعبين. ثم هناك لاعبين مهمين في النادي الاهلي لازم تقع محاصره قويه عليهم، خصوصا في 30 متر الاخير. تمام كابتن طارق دياب، النجم التونسي والنجم العربي الكبير، نقاط الضعف في النادي الاهلي حضرتك شايفها ازاي؟ شو الاهلي من الفرق اللي ما عندهاش طريقه لعب معينه. الاهلي فريق كبير، الاهلي لما يلعب على ارض جمهوره يلعب الهجوم، الاهلي ما يقراش، ما يحسبش، لهنا المشكله. الشامبيونز ليج في بعض الفترات لازم تحسب. نقول الاهلي الموسم الماضي كان عنده امكانيه باش يفوز بالشامبيونز ليج بسهوله، لكن ما حسبش. حتى يلعب على ارضه ام جمهوره ويلعب بالهجوم 100%، لك لازم تحسب الشامبيونز ليج، لان ما تلعبش انت في الدوري المصري، تلعب الشامبيونز ليج. الفرق المنافسين عندهم امكانيات، الفرق اللي لما توصل دور نصف النهائي ونهائي عندهم ايجابيات وعندهم سلبيات. انت ما تحاول ايجابيات هذوما توقفها. في بعض الفترات النادي الاهلي معناتها يلعب يغامر كثير، والمغامره هذه ممكن تكلف، لانه شاهدنا النادي الاهلي ممكن تسجلوا على ارضه ام جمهور، واحسن دليل الموسم الماضي الترجي سجلوا هدفين. ولهذا لهنا المشكله النادي الاهلي انه يغامر كثير، المغامر في بعض الفترات تكلف. لكن انا نحب لعب النادي الاهلي، نحب الفريق اللي يلعب الهجوم، نحب الفريق اللي ما غيرش طريقه اللعب نتاعو، دائما يهاجم، عنده قدره في عنده ثقه في الامكانيات نتاعو، عنده امكانيات كبيره في الهجوم ويلعب الاوراق نتاعو، لكن بتركيز كبير وتوازن. في بعض الفترات يخل التوازن في النادي الاهلي وممكن تسجل. خسر الشامبيونز ليج الموسم الماضي معناتها بالاشياء هذه. تمام يا كابتن طارق، يعني كلام مهم جدا جدا. اخر سؤال عشان ما اطولش على حضرتك، يعني قول لي مين الاقرب؟ بالعكس ربنا يخليك، ده احنا ده انا اللي بتشرف بحضرتك وحضرتك منورنا بصراحه يعني في قناه الاهلي. يكلمونا على رئيس النادي محمود الخطيب ان شاء الله، رب يوفقه ورب ينجم. يا رب، ربنا يخليك يا كابتن، ربنا ده من ذوق حضرتك يعني. شايف الاقرب للتتويج بالعرس الافريقي مين يا كابتن طارق؟ هو على اللي شفته السنه هذه، انا حسب رايي باش حضر بين الفرق زي ما الفرق شمال افريقيا. المغاربه تحسنوا، الفرق المغاربه تحسنت وتطورت، الجزائر، تونس ممكن نجم الترجي يلعبوا الادوار، وبطبيعه الحال النادي الاهلي. انا نقول بصراحه، نقولوها الوقت الحاضر،
هنحكيش على 5 أشهر و6 أشهر، الوقت الحاضر افضل الفريق هو النادي الاهلي. ننتظر تعرف اليوم الشامبيونز ليج يلعب على سنه غريب معناه حتى شهر نوفمبر، ولذا ممكن تتغير الامور. الفريق اللي يعرف يقرا، المدرب اللي يعرف يقرا، الانتدابات تكون مدروسه، لانه عندنا وقت تكون انتدابات تكون مدروسه، وطريقه اللعب معناتها واختيارات المدربين، حتى المدربين دورهم مهم جدا. ما يكفيش انك عندك فريق كبير، لكن دور المدربين في الشامبيونز ليج مهم جدا. اكيد ممكن في الدوري يخطئ المدرب لكن يفوز لانه قوي على الفرق الاخرى. اكيد. لكن في الشامبيونز ليج لما المدرب يخطئ تنهزم. بالظبط. هذا دور المدربين مهم جدا في، لكن النادي الاهلي في الوقت الحاضر اقرب. يعني اكيد دور المدربين دور مهم جدا بالذات في الشامبيونز ليج طبعا يا كابتن طارق. يعني لو حضرتك همست في اذن الكابتن حسام البدري تقول له خلي بالك من مين بكره في الترجي؟ لا عادي بالعكس، انا يهزمني غلطه مش انا هزم الاهلي، انا حابب الترجي يفوز. ما انا يعني لازم برضو اخد خبرات الكابتن الكبير، كابتن كبير زي حضرتك اللي منورني ومشرفني في قناه الاهلي، يعني لازم اخد خبراتك برضو. هو بصراحه انا اقول انا معجب بالمدرب هذاك. انا حسام البدري بالنسبه لي انا من افضل المدربين حاليا، لانه يعني في وقت ما وقع انتقاده من الصحافه ومن الجماهير. بالزبط. رغم انه الوقت الاهلي ما كانش عنده امكانيات، لاعبين جدد، لاعبين شباب، الفريق مش حاضر، هيئ الفريق وحضر الفريق وصل للدور نصف النهائي قبله في الشامبيونز ليج بهذا. وافضل شيء اللي عامله الاهلي هو استمراريه، مهم يعني جدا استمراريه. اليوم البدري يعرف الترجي 100% اكثر منه. والله انا على يقين ان البدري يعرف الترجي اكثر منه، زاد الترجي ولعب ضده، واللي يعرف قوه الترجي، الترجي عنده هجوم قوي. عنده هجوم قوي، عنده 3 لاعبين تقريبا يلعبوا في المنتخب. وعنده وسط ميدان قوي. في كوليبالي. بالظبط. وفي لاعبين قوي الترجي. المشكله الترجي هو اليوم يعاني من الناحيه الدفاعيه. لكن مش تكون معركه كبيره في وسط الميدان. وسط الميدان قوي الترجي، في لاعبين عندهم خبره، لاعبين عندهم 4 5 سنوات يلعبوا مع بعضهم. لاعبين تعودوا بالشامبيونز ليج، ولهذا انا نقول مباراه مش سهله، مباراه صعبه. طبيعي انا اقول الفرق اللي باش الفريق اللي باش يفوز هو اللي يعرف يستغل اخطاء المنافس، اللي يستغل الهفوات الدفاعيه، اللي يستغل معناتها خصوصا انه الفرص تكون قليله يعرف يسجل. ما عندكش 4 5 فرص. يجيك فرصه فرصتين لازم تعرف تستغلها. بالظبط بالظبط. عندنا الريال فاز على بايرن، بايرن اخلق 10 فرص ما سجل. بالظبط. والريال فرصتين يسجل، هنا الفرق هذه الاهلي والترجي متعودين، ولهذا نقول الفريق اللي باش يخلق فرص ويسجلهم هو حسب رايي باش يفوز. ثم الاداء الدفاعي للفريقين. انا نقول دائما لما فرق كبيره تقابل مع بعضها الاداء الدفاعي هو اللي يعمل فارق، مش الاداء الهجومي، الاداء الدفاعي، الفريق اللي يعرف يحاصر المنافس ويقلل من خطوره المهاجمين بطبيعه الحال باش يعطي اولويه وامكانيه لفريقه باش يفوز. تمام. يعني كابتن طارق لو حضرتك المدير الفني لفريق الترجي وعارف قدراته الهجوميه وقدراته الدفاعيه، قدراته الهجوميه تفوق كتير قوي قدرات دفاعيه، عنده خط وسط وعنده خط هجوم هائل جدا وعنده خط ضعيف يعني متواضع بنسبه ما، تفضل تلعب بشكل هجومي عشان تقلل العبء الدفاعي شويه، ولا تفضل تلعب بشكل دفاعي وتلعب على الكاونتر اتاك؟ ما نلعبش احنا في الترجي، ما نلعبوش الدفاع مثل النادي الاهلي، معناتها صعيب باش الترجي يلعب في المناطق بتاعه ويبقى يدافع، لا، لكن انا نقول نعطي تعليمات خصوصا الاطراف ما تساعدوش كثير. يعني اليوم وين الغيابات في الترجي؟ في محور الدفاع. ولهذا انا اقول التغطيه دائما للظهير الايمن، المدافع الايمن والمدافع الايسر. نعطيهم تعليمات في بدايه المباراه ما يساعدوش. يحاولوا انهم يضغطوا، يحاولوا يقللوا من خطوره الفريق المنافس، خصوصا الاهلي عنده مهاجمين مميزين وصغار وشباب وعندهم سرعه فائقه. وهذا ذكاء اللاعب، انا اقول دائما المدرب لازم يعطي مساحه للاعب، لانه اللاعب هو اللي يلعب يعرف. اذا بعد عنده امكانيه باش يسعد ويلقى المنافس نتاعو مباشر ضعف بدنيا ممكن يستغل، لكن في بدايه المباراه دفاع المنطقه، كل لاعب يحاول انه يدافع ما يصعد، وشيئا فشيئا بيتقدم المباراه يعرف المنافس نتاعو. وهذا دور اللاعبين مش دور المدرب.
دوري الاقابيل لما تكون عندي امكانيه باش نصعد وعندي امكانيه هناك مساحه لازم نصعد. مش كل مره نصعد. مش كل مره. هذه غلطه خطا الترجي في مباراه الاياب الموسم الماضي لما كان فايز 1-0 ربع ساعه الاولى في الشوط الثاني سجلوا هدفين، لماذا؟ لان المدافعين مش موجودين. مش معقول فريق فايز 1-0 والمدافعين مش موجودين. بالظبط. المدافعين مش موجودين لو كان منعزم. بالظبط. يعني يقول ديما ذكاء اللاعب مش المدرب، هذه فطنه اللاعب وذكاء اللاعب. واعتقد ان لاعبين يلعبوا في المستوى هذا في الترجي الجزائري لازم يكونوا عندهم ذكاء ولازم يلعبوا بذكاء ولازم عندهم قدرات باش يقراوا المنافس نتاعهم. أكيد أكيد كابتن طارق. كابتن طارق دياب النجم العربي الكبير، استمتعت بهذه المداخلة ونورتنا وشرفتنا في قناة الأهلي ونورت مصر كلها بهذه المداخلة. ربنا يخليك يا رب ودائما منور. احنا تحت الطلب في كل وقت. ربنا يخليك. ربنا يخليك. جماهير الأهلي يحضر معناتها بأعداد كبيرة إن شاء الله، معناتها يأذوا الفريق نتاعهم إن شاء الله الأفضل هو اللي يفوز. يا رب إن شاء الله مباراة تليق باسم الفريقين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الترجي وتليق باسم الكرة العربية، وإن شاء الله الأحسن يكسب بإذن الله يا كابتن طارق، وإن شاء الله نتمناها أكيد أهلاوية. كابتن طارق دياب النجم التونسي والنجم العربي الكبير، شكرا جدا على هذه المداخلة. مباراة